أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج بعنوان نسخ وهمي، أي الظن بأن هناك نسخ في الكتاب المقدس وهو ليس ظنا صحيحا بل هو ظن وهمي. لا يوجد نسخ في الكتاب المقدس. الذين يقولون أن هناك نسخ في الكتاب المقدس، أولا ما معنى نسخ؟ نسخ يعني آية تلغي آية وتيجي بدلها، تكون أحسن منها أو تعدلها أو توضحها. هذا غير موجود في الكتاب المقدس. لكن الذين يظنون ذلك يستندون إلى قول المسيح: سمعتم أنه قيل كذا للقدماء، وكذا دي نص من الناموس، سمعتم أنه قيل لا تقتل. أما أنا فأقول لكم، فينسخ الأولى بالثانية. والأكثر من هذا، النصوص التي ترى ظاهريا متعارضة بعضها مع البعض، الأكثر من هذا أن المسيح نفسه قال كلاما ثم قال عكسه أو عكسه. على سبيل المثال في يوحنا 16: لست أقول أني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. وفي يوحنا 17 يقول: من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني. يسأل أم لا يسأل؟ إن هي تنسخ التانية. فطبعا اللي بيفكروا بهذا الطريق بهذه الطريقة بيفتكروا إن في نسخ. لكن الكتاب يعلمنا أولا سلبيا يلغي مبدأ النسخ، وإيجابيا يؤكد المكتوب. سلبيا يقول إيه؟ إن كان أحد يحذف من أقوال نبوة هذا الكتاب يحذف الله اسمه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن أورشليم ومن المكتوب في هذا الكتاب في رؤيا 22. وإن كان أحد يزيد على هذا الكتاب، على أقوال نبوة هذا الكتاب، يزيد الله عليه الضربات. فممنوع الزيادة وممنوع الحذف. أما الكلام الإيجابي يقول الرب: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فسلبيا ما فيش نسخ، وإيجابيا تأييد وتأكيد للمكتوب الذي ثبت صحته على مدى الأجيال كلها. يبقى دلوقتي مبدأ النسخ مش موجود في الكتاب المقدس. أمال الكلام اللي قلناه ده معناه إيه؟ هذا سيكون موضوع حلقاتنا القادمة بمشيئة الرب. وإلى الحلقة الأولى في هذه السلسلة، والرب معكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج نسخ وهمي. وكلمة نسخ معناها إلغاء، فنسخ في الكتاب المقدس لا يوجد، وإن وجد تعارض فهو نسخ وهمي وغير حقيقي. هنبدأ بهذه الحلقة بأهم موضوع في النسخ، وهو قول المسيح في متى 5، وهذا الكلام اتكرر 5 مرات في متى 5: سمعتم أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. ما الذي قيل للقدماء؟ الناموس. سمعتم أنه قيل لا تقتل، سمعتم أنه قيل لا تزني، سمعتم أنه قيل كذا كذا، تحب قريبك وتبغض عدوك. فما قيل هو الناموس. فسمعتم أنه قيل كذا، أما أنا فأقول لكم، يعني أنا بلغي الناموس وبقول لكم حاجة جديدة غير الناموس. معقول الكلام ده؟ الذي يقول مثل هذا الكلام أنا بقول معاه الحق وكل الحق. الكلام شكله فعلا فيه نسخ، معاه حق، وأعظم عمل عمل تحت الشمس بيتناساه هذا العمل، يمتد تأثيره إلى الماضي.
والحاضر والمستقبل، ويلقي ضوءا أعظم من ضوء لمعان الشمس على الماضي فيوضحه، وعلى التاريخ فيبينه، وعلى المستقبل فيكشفه. هذا العمل العظيم هو صليب المسيح. شيل صليب المسيح من الكتاب المقدس، مش بس يبقى الكتاب المقدس فارغ، لكن يبقى متعارض وداخل في بعضه. نيجي بقى للناموس الذي يقال أن المسيح نسخه بكلامه في العهد الجديد. في كم نقطة عن الناموس نحب نقولهم. النقطة الأولى هي أن الله اختار أن يعطي الناموس لجنس معين من البشر، أو لعرق معين من البشر. اختار ناس معينين يديهم الناموس، لم يكونوا أفضل البشر، لكن الله عمل الطريقة اللي بيها يكونوا أفضل من يمثل البشرية. ليه؟ أولاد رجل واحد اسمه أبونا إبراهيم، والله يقول عرفته لكي يوصي بنيه من بعده لكي يصنعوا برا وعدلا. فالله اختاره وخلاه يوصي بنيه بكلامه، وبعدين أرسل لهم الناموس وحرضهم في الناموس إنهم لا يتزوجوا ولا يتصاهروا مع الدول الأخرى أو مع الشعوب الأخرى أو مع القبائل الأخرى، عشان يحافظ على نسلهم، مش محافظة عرقية باعتبارهم أفضل عرق، لكن محافظة على عبادة الله الواحد وتنفيذ ناموسه وأحكامه. ومن ثم يقول عنهم الرسول في روميا أنهم ائتمنوا على أقوال الله، أصبحوا مؤتمنين على الناموس وعلى كلام الله. وبسبب حفظ عرقهم أتى المسيح منهم حسب الجسد. فدول الله اختارهم عشان يمثلوا البشرية، ليس لأنهم أفضل البشرية على الإطلاق، لكن بالنظام اللي عملوه لهم أصبحوا أفضل من يمثل البشرية. فدول بيمثلونا كلنا، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أعطاهم الناموس. لم يكن الناموس عقد إذعان من طرف إلى طرف آخر. يعني عقد إذعان؟ يعني الطرف الأقوى بيملي على الطرف الأصغر المطلوب، والأصغر لا حول له ولا قوة، حكم القوي على الضعيف. فربنا القوي بيحكم عليهم بكذا، تعملوا كذا، يقولوا حاضر، فيش كلام تاني. لا، الناموس كان عقد مشترك بين الطرفين، لأن الله لما موسى اداله الكلام بتاع الله جاب الشعب وعرض عليهم كل كلمة قالها الله، وقال ماذا كان رد الشعب؟ كل ما تكلم به الرب نفعل. فأخذ موسى كلام الشعب ورده إلى الرب، جواب إلى الرب، كما لو كانوا بعتوا للرب جواب بعلم الوصول إن احنا موافقين، وكان البسطجي هو الوسيط اللي هو موسى، خد الكلام موافقين يا رب. طيب ده موافقة على الكلام، طب والنصوص والعقوبات القاسية اللي في الناموس؟ قال لهم تعالوا يا جماعة، نصفكم 6 أسباط يقفوا على جبل جرزيم، و6 أسباط يقفون على جبل عبال، و6 عشان خاطر البركة يقولوا أمين ساعة ما تتلى الكلمات البركة، و6 يقولوا أمين ساعة ما تتلى كلمات اللعنة والعقوبات. وتم الكلام ده، هو وقفوا على الجبل، نصفهم على جبل جرزيم ونصفهم على جبل عبال، ونطق الله بكل كلمات اللعنة نطق بها موسى على مسامعهم، وقال جميع الشعب آمين، موافقين على اللعنات بتاعت الناموس. عكس واحد زمان موافقش على اللعنة وعلى الحكم، مين هو؟ قايين. لما الله حكم عليه قال له لا، ذنبي أعظم من أن يحتمل، يعني عقوبتي أعظم من أن تحتمل، ده أنا ما استاهلش العقوبة دي. اعترض، زي ما واحد يتحكم عليه ويعمل استئناف أو نقد، لا، الشعب وافق. فهنا أصبح الناموس ليس عقد إذعان، ولكن عقدا تم بالموافقة بين الله والناس، وإحنا كان الشعب يمثلنا في هذا الكلام. طيب يجي واحد النهاردة يقول أنا ماليش دعوة بالشعب اليهود اللي هم مثلوني، أنا لا انتخبتهم ولا اخترتهم ولا لي دعوة، هم فشلوا، لكن أنا ماليش مصلحة بالفشل بتاعهم. نقول له تعالى، ما انتش أول واحد، كان غيرك أشطر. الشاب الغني بتاع متى 19 لما راح للمسيح
وقال له: أيها المعلم الصالح، أية الوصايا أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ شوف الكلام المغالطة، أية الوصايا؟ هو الناموس كله ما ينفعش؟ لا، عايز شوية منه، فبيختار عايز جزء من الوصايا ينفذه، مش عايزه كله. طيب، وأعمل أنا، مش الناس كلها، أنا وحدي، يعني أنا عاوز ناموس على مقاسي، تديني شوية وصايا على مقاسي أنفذهم. عايز يتنصل من الناموس ويهرب، باعتبار أن الناموس اللي أعطي للناس دي ما ينفعوش وما يمثلوش، اديني حاجة لي أنا شخصيا. قال له: لا، تعال ارجع للناموس تاني، مفيش غيره. ليه مفيش غيره؟ قال له: كل الناموس يكمل في كلمة واحدة: تحب قريبك مثل نفسك. لما قال له: عملت كل الوصايا، قال له: لا، ناقصك حاجة واحدة، تحب قريبك مثل نفسك. الشاب اتلخبط، تحب قريبك مثل نفسك يعني؟ قال له: هذه كله حفظتها، وحفظت الكلام ده هو. قال له: لا، ما دام بتحب قريبك كنفسك، اذهب بيع كل ما لك واعطي الفقراء. اذا كنت بتحبه زي نفسك، ادي الفقراء، بحيث يتساوى مع ما معك مع ما مع من غيرك، او توزع الفلوس بتاعتك على الفقراء بحيث يتساوى الجميع زي نفسك، كل واحد منهم خد جزء من المال زي المال اللي عندك، حسب نظرية الاواني المستطرقة، بس مش في الماء والسوائل، اواني مستطرقة في الماء. اعطي الاخرين بحيث يتساوى ما معك مع ما معهم، وبالتالي تبقى بتحب قريبك مثل ايه؟ مثل نفسك. معقولة دي؟ ما قدرش، لا قدر ينفذ، ولا وعد انه ينفذ، ولا شرع في التنفيذ، مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة. هكذا ان عرض الناموس علي، انا زي هذا الشاب سافشل ولا انجح. فالناموس اثبت فشل الانسان وعجزه عن ان هو ينفذه. طب ايه العمل؟ العمل العقوبة، قالها موسى في كلمات اللعنات، وقالها بولس في العهد الجديد. ماذا قال موسى؟ ان الراجل اللي ما ينفذش الناموس يمحو الله اسمه من تحت السماء، مش بس يموت، لكن يتمحي اسمه، لا ليه ابن يذكره، ولا يحمل اسمه، ولا بيزنس، ولا مصنع، ولا حاجة تبقى باسمه، يتمسح اسمه تماما. دي لعنة من لعنات الناموس. أما الرسول بولس في العهد الجديد فقال: لأن أجرة الخطية هي موت. خلاص، مفيش تنفيذ ناموس، في أجرة هي الموت واللعنة. طيب، إيه اللي حصل بعد كده اللي قلنا عليه؟ صليب المسيح، العمل العظيم اللي وضح الدنيا كلها. إيه اللي حصل؟ لما مات المسيح، لم يمت عن نفسه، لكن مات عني باعتباري كاسرا للناموس، ومات عن كل الذين كسروا الناموس واحتمل عقوبتهم التي حددها الناموس، وهي عقوبة مزدوجة: الموت واللعنة. فالمسيح مات من أجل الجميع، ماشي، واحتمل اللعنة، المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة من أجلنا. فلما مات المسيح، وده موضوع هنخليه لحلقات قادمة هيجي في سياق الكلام، لما مات المسيح يقول الكتاب: الله إذ أرسل ابنه، في رومية 8، الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. ليه؟ لكي يتم فينا حكم الناموس. فلما المسيح مات، ما ماتش هو، مت أنا، ومات في ونفذ في حكم الناموس، وكل الذين مات المسيح من أجلهم نفذ فيهم حكم الناموس. لما تنفذ حكم الناموس حصلت حاجتين، لما تنفذ في المسيح وبالتالي فيا، اتحصلت حاجتين. الحاجة الأولى: مت بالناموس، حكم علي بالموت ونفذ الحكم، ولما تنفذ الحكم مرة ما يتنفذش مرة تانية، الحكم لا ينفذ مرتين، حكم بالموت وأنا مت، المسيح مات واتحسب موته ليا، وتم فيا تنفيذ حكم الموت بتاع الناموس، فأنا مت بالناموس، ماشي. تاني حاجة: مت للناموس، مش بالناموس بس، لكن للناموس أيضا. يعني إيه؟ يعني لما أنت يا ناموس حكمت عليا بالموت، مالكش حاجة عندي،
انت مش عايز نموت دي نموت ليك ايه تاني؟ لن تطالبني بشيء لان الموت لا يطالبون، فلا في عقوبة عليا لان مت ليك، ولا مطالبة منك ليا لان مت بيك، مت ليك، مت بيك ليك، والموت لا يطالبون والموت لا يعاقبون، لا هتعاقب ولا تطالبني، اتعاقبت ومت ومالكش حاجة عندي. فلما مت بيك يا ناموس انت سكت خلاص بقى، مالكش كلام تاني، مفيش حاجة اسمها قيل للقدماء، اللي قيل للقدماء ده انتهى أمره، مش لأنه غلط لا، ولا لأنه يناسب. الناس بيقول لك المسيحيين، المسيحيين للأسف بيطلعوا من المطب ده ازاي؟ يقول لك أصل ده كان يناسب جيل بتاع زمان، والزمن اتغير، ما ينفعش الناموس يناسب عصرنا. يا عالم ده كلام، هو ربنا مش عارف المستقبل؟ لا، الناموس حلو كل حاجة ويناسب الجيل بتاع زمان والجيل بتاع النهاردة، بس النهاردة حصل حاجة وقفته، خليته ملوش حاجة عندي خالص، مت بالناموس للناموس. فلما المسيح سمعتم أنه قيل للقدماء، اللي قيل للقدماء انتهى بصليب المسيح، أنهاه المسيح. عشان كده أقول إيه؟ ما جئت لأنقض بل لأكمل، مش أكمل كلام ناقص أزوده، لا، أكمل أديله طلباته، أكمل تسديد مطالبه، أكمل أديله حقه عشان يسكت، ولما يسكت وينتهي أمره ومعلوش حاجة تانية أبتدى أنا أقول كلام جديد. أما أنا فأقول لكم هذا النهو لموضوع الناموس مشبه في الرمز في العهد القديم بإيه؟ بالتابوت. كان في تابوت، مش هحكي عنه طبعا، عبارة عن صندوق خشب صنط مغشب الذهب وعليه غطا من الذهب وفي ملكين من ذهب عليه، وكان هارون يضع الدم على الغطاء تحت نظر ملكي القضاء عشان الله يرى الدم ويعبر عنهم. المدهش ان تحت الغطاء كان فيه لوحي الشريعة، كان فيه حاجات من ضمنها لوحي الشريعة، والغطاء كان فيه شفة في أطراف التابوت طالعة البرة عشان الغطاء لما ينزل ينزل محشور في الشفة دي هي، بحيث يكتم ما ينفسش الهواء. في البلد بتاعنا في مصر يقول لك نزل شحط، ينزل الغطى شحط في التابوت، فالغطى نازل في التابوت كابس على الشريعة تحت، والدم على الغطى، والدم على الغطى بيسكت الشريعة تحت. انت عايزة ايه شريعة؟ عايزة دم؟ ادي الدم. عايزة موت؟ ادي الموت. ليك ايه تاني؟ اسكتي بقى. انتهت مطالب الناموس بدم المسيح وصليب المسيح. الناموس لا شيء له عندي الآن، ومن حق المسيح أن يلغي، مش يلغي إن هو أنا كملتك يا ناموس مالكش حاجة عندي، لأني مت بالناموس للناموس. طيب، وضع حاجات جديدة أما أنا فأقول لكم مت بالناموس للناموس ليه؟ لأحيا لله. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا، لا أنا الفاشل تحت الناموس بل المسيح الناجح الذي نجح في تنفيذ الناموس. فالمسيح فيا بيعينني على أني أنفذ ما هو أسمى من الناموس، ولكن ليس بقوتي بل بقوة المسيح فيا، فأحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا. وإلى حلقة قادمة بمشيئة الرب.